هذا واحتفل حجاج مملكة البحرين في المشاعر المقدسة بحلول عيد الأضحى المبارك، ووفدوا إلى مشعر منى لرمي الجمرات وسط أجواء مليئة بالسكينة والطمأنينة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. في موقف مهيب اهتزت له النفوس وتضرعت فيه الأفئدة، وقف أفواج ضيوف الرحمن على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. وفي هذا المشعر العظيم، وحرصا من بعثة الحج البحرينية في الإطمئنان على حجاج المملكة، تفقدت البعثة جموع الحجيج من المواطنين والمقيمين، وزارت الحملات البحرينية ووقفت على سلامتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم، كما وبادلتهم التهاني. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، ولسمو رئيس الوزراء، ولسمو ولي العهد، وللشعب البحريني الكريم، وللأمة الإسلامية جمعا. وأحب أيضا أن أطمئن جميع المشاهدين بأن حجاجنا ولله الحمد بخير وصحة طيبة ولله الحمد، فليطمئنوا لذلك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل إن شاء الله حجهم، وأن يردهم إن شاء الله إلى البلاد سالمين غانمين. أحب أن أرفع أسمايات التهاني والتبريكات باسمي وباسم قنصلية مملكة البحرين في جدة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وإلى حضرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، وإلى حضرة صاحب السمو ولي العهد الأمين، وإلى شعب البحرين الكريم. وقبل النفرة إلى مزدلفة، قضى جموع الحجاج نسكهم تحفهم السكينة والطمأنينة، ذاكرين الله باختلاف ألسنتهم ولغاتهم. أول ما قالوا لي أنا استأنست أصيح عشان أبو حج، وأتمنى إن شاء الله عيالي وهالي يوم بعد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحكومة السعودية ما قصرت، وفرت لنا كل شيء من خدمات، من قطارات، من ترتيبات. الحمد لله ما حسنا بأي شيء من وصولنا من المطار إلى اليوم عرفة اليوم. ما بين داع ومهني تقدم حجاج المملكة بأطيب المعايدات لأهلهم وذويهم. أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بأسمى آيات التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد، وإلى شعب البحرين وأهلنا كلهم في البحرين. عيدكم مبارك وكل سنة وانتم طيبين، والله يعطيكم إن شاء الله السنة الجاية تجون. أقدم التهنئة إلى أول شيء إلى جميع البحرينيين موجودين في البحرين، إلى كل بحريني على أرض البحرين، وأقدم التهنئة إلى عائلتي، أولادي وزوجتي وأنسابي، ولا أصدقائي طبعا، وكل من يعز علي. موسم شهد 100,000 جهد بشري سعودي في أرض الميدان، جعل الحجاج يدخلون عيدهم دون أي عناء. كل عام ومملكتنا الغالية في أمن وفي استقرار، كل عام وقائدنا وحكومتنا في سمو ووقار، كل عام وأنتم أينما كنتم في محبة وازدهار. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف من مكة المكرمة.